نرجع تاني مع بعض ونروح لواحد من رموز ومن أساطير النادي الإسماعيلي ومن الشخصيات المحترمة جدا كمان، واللي برضو يعني ضحى عشان النادي الإسماعيلي كلاعب وكمدرب بشكل كبير جدا، كابتن حمزة الجمل. كابتن حمزة، ازاي حضرتك والبقاء لله؟ بقاء الله والسلام الله كريم، وطبعا دي صدمة كبيرة لينا كرياضيين كمصر، وصدمة طبعا للوسط الرياضي في الإسماعيلية كجمهور كإدارة كلاعبين كزملاء لي. يعني الفقيد طبعا إيهاب، يعني أتمنى كده ونرفع الدعاء لله سبحانه وتعالى ويرحمه ويرزق أهله الصبر ويحتسبوه عند الله سبحانه وتعالى، لأن أنا يعني الصراحة إيهاب كان أخ وصديق ليا، وكان يعني من الناس المقربين ليا جدا جدا كلاعب، وياما قعدت معاه في بيته في مصر الجديدة مع أهله مع إخواته، يعني عشنا فترات جميلة جدا كلاعبين. فطبعا بيبقى الفراق صعب، إنما مش هيبقى عز الله سبحانه وتعالى عليه، إنما هي دي حال الدنيا وربنا يغفر له ويرحمه. إنما إيهاب من الشخصيات فعلا محترمة جدا 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 كلاعب كمدرب، وحقق إنجازات الحمد لله واسم كبير جدا في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية أيضا. طبعا إنما هي دي يعني هي دي الحياة، وأتمنى إن الإنسان يستفاد من هذا الحدث، إن كل واحد ليه توقيت وكل واحد ليه أجل، وكفانا صراعات وكفانا يعني أشياء كتيرة جدا جدا، لأن الحياة مش هتستمر زي ما أنت عايز، بتيجي مطبات وحاجات، فلابد إن إحنا نفكر بعقلانية ونفكر بواقعية في أشياء كتيرة جدا جدا جدا، بحيث إن هيجي يوم وهيبقى نفس المصير يعني. إنما في النهاية أسأل الله سبحانه أن يغفر له ويرحمه يا رب، ويبدله يعني دارا خيرا من داره وأيضا خيرا من والده يا رب العالمين. ربنا يستجيب مني يا رب. يا رب ربنا يرحمه. كابتن حمزة، يمكن حضرتك بتقول يعني، وإحنا عارفين طبعا إن أنت عاصرت كابتن إيهاب، نعم، وكنت صديق قريب منه، بتروح بيته وبيت والدته. نعم نعم. ويعني احكي لنا كده يعني ازاي دخل النادي الاسماعيلي، وانت اكيد انت حضرتك من ناشئين النادي الاسماعيلي. نعم. كابتن ايهاب كان بيلعب في نادي الشمس الاول وناشئين، وبعدين راح الاسماعيلي، فعايز اعرف القصه برضو يعني، حضرتك تقدر تقول لنا وكابتن ايهاب انا حضرته كمان كلاعب، وحضرتك يعني اتفرجت عليك. نعم. وحضرت كان لعيب كبير ولعيب مميز جدا في نص الملعب. نعم. إيهاب كان لاعب متميز في نادي الشمس. أي. يعني احنا كان الجيل بتاعنا اللي بدا في جيل التسعينيات اللي خد الدوري، الجيل طبعا اللي معروف يعني للجميع، جيل التسعين اللي خدنا الدوري. فبعد ما خدنا الدوري كان نادي الاسماعيلي عايز يدعم صفوفه بلاعبين متميزين. أي. وطبعا الاسماعيلي الكفاءه الماليه بتاعته مش عاليه كبيره جدا، فلجا لبعض من اللاعبين من الدرجه الثانيه. ايوه. كان اشهرهم ايهاب جلال، يعني كان ايهاب جلال كان اشهرهم. كان لاعب نادي الشمس ساعتها. لاعب نادي الشمس وكده، وكان متميز جدا في وسط الملعب، واحنا كنا محتاجين، النادي كان محتاج لاعب في وسط الملعب عنده كوره، عنده شخصيه ان هو يستلم، شخصيه ان هو يبدا يمرر، شخصيه ان هو يبدا يعمل حلقه وسط. طبعا احنا كان عندنا لعيبه كرة يعني كبار جدا، جيل جامد جدا. طبعا طبعا طبع. وخاصه الثلث الهجومي كمان. ايوه. فكان ده طبعا في عهد الله يرحمه الكابتن صلاح ابو جريشه، وفعلا ادى معانا موسم رائع جدا جدا. وبصراحه ايهاب لما دخل في وسطينا ما حسيناش ان هو غريب في وسطينا، او غريب في غرفه الملابس، او غريب في المعسكر. ايوه. يعني حسينا ان ايهاب واحد مننا، وبدانا ننسجم معاه وهو ينسجم معانا، سواء في استراحه النادي او سواء في الاجازات في القاهره كنا نقعد معاه ونروح بيته. وبيته على فكره كله كرم، يعني والدته انسانه فاضله جدا، واخته انسانه فاضله جدا جدا جدا، واهله يعني كان دايما يعني اقول لك من 10 ل 15 سواء منهم فيهم لاعبين فيهم
مدربين فيهم محبين لي برضه، زمايل اصدقائه اللي كانوا في نادي الشمس، كان يعني كان في حاله جميله جدا جدا معاه، وكلمنا كلنا سواء في القاهره او هنا. انما هو شخصيه محترمه جدا، شخصيه اخلاقيا يعني الحمد لله يعني لم يبدو شيء منه يعني اخلاقيا يعني ظهرت في كلاعب او كمدرب. ايوه انما كان وكمل بقى معانا، كمل مع الجيل ده وخدنا كاس مصر برضه في 97، وكمل معانا وبعد كده راح مصر وكده، راح النادي المصري. طيب انما هو كان لاعب متميز، متميز فنيا، وكان متميز اخلاقيا، وكان يعني مهتم جدا بتدريبه، مهتم ملتزم جدا، تعاملاته راقيه جدا جدا مع اللاعبين مع المدربين، كان ليه دور كمان داخل الملعب، انما كان متميز. وبعد كده يعني سلك يعني شق اداري الاول في التدريب كمدير كوره، وبعد كده سواء مصري او سواء في الاسماعيلي، وبعد كده خد تجربه في كفر الشيخ ونادي الحمام، وبعد كده تليفون بني سويف. ايوه وبعد كده مقصه عمل شغل كويس جدا. بعد كده بقى خد اسماعيلي ومصري ومنتخب اسماعيلي ومصر ومنتخب وراح ليبيا ليبيا طبعا بالظبط. يعني طيب انبي وزمالك، عايزك يا كابتن حمزه، يعني انت حضرتك برضو السنه اللي فاتت الموسم اللي لسه خلصان ده كابتن ايهاب خد تجربه صعبه مع النادي الاسماعيلي، والامور كانت صعبه، انت حضرتك خدت نفس التجربه مرتين. نعم. فهل كان في تواصل بينكم الفتره اللي فاتت؟ ويعني اكيد انت برضه كنت مشفق على كابتن ايهاب في الموسم اللي فات ده، اللي انت عشت الظروف دي في موسمين او مرتين تدربت فيهم النادي الاسماعيلي. طبعا يعني انا كنت مشفق عليه ان هو ماسك في ظروف صعبه، وانا كنت مدرك يعني ايه ظروف صعبه. ظروف يعني عدم تواجد لاعبين، عدم الناحيه الماديه طبعا للاداره، وكان فيه يعني القيد برضو كان فيه موقوف في يناير، فكانت الظروف صعبه جدا 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 يعني. انما قدرت يعني خلينا اقول يعني بالصبر وبالاداره يعني قدروا يعني بعض الصفقات زي في بدايه السيزون مثلا باهر المحمدي وسيرجي اكا مشوا النادي فتره كويسه. ايوه. في يناير مشي صفقتين زيها، وانور لما راح البنك الاهلي واياد العسكري لما راح روسيا برضه النادي مشي بشكل كويس. النهارده برضه بيمشوا النادي بصفقتين زي عبد الرحمن مجدي وزي عمر الساعي. عمر الساعي في النادي الاهلي، فانا شايف ان في يعني توجه ان النادي يمشي، لان عليه ايقاف، عليه حاجات كتيرة جدا. فالأمور مشيت الحمد لله بشكل كويس مع الناحية الفنية، مع الناحية الإدارية، فمشيت بشكل كويس الحمد لله. وقدروا إن هم هو مش ده التارجت اللي احنا عايزينه كرموز النادي أو كجمهور النادي أو كنادي إسماعيلي ووضعه في المنطقة سواء مصر أو عربيا أو كده. إنما هو ده في الوقت الحالي، يعني الحمد لله النادي مر بالازمات دي وعدت. انما المرحله اللي جايه بقى طبعا يكون لها صعبه كده، يعني بلان تاني وتخطيط تاني وفكر تاني. انما طبعا الظروف كانت صعبه جدا، بدليل برضو ان الامور كانت بتشتد وتروح حتى اخر مباراه، يعني صح صعب جدا. وعلى مين؟ على اسم كبير زي النادي الاسماعيلي. فالوضع طبعا كان كله، هي الكره عامه كلها ضغوط. ايوه كرة عامة ضغوط عالية جدا جدا، بس الضغوط في اسماعيلية عندكم جامدة جدا. طبعا بصراحة طبعا جامدة جدا. أنا كنت فاكر يا كابتن حمزة حضرتك كنت ماسك الإسماعيلي الموسم اللي قبل اللي فات. نعم. وكنا كنت بتلعب البنك الأهلي في استاد القاهرة. نعم. وجيت وقفت معاك في الإحماء. نعم. كان حضرتك وكابتن حمص وجهاز الفني النادي الإسماعيلي، وأنا بتكلم معاك وأنت كنت يعني مضغوط بشكل طبعا كبير، وكان الإسماعيلي ساعتها حضرتك كنت ماسك بنفس الظروف دي. نعم. وجينا اتكلمت، قعدت اتكلم معاك يعني شوف انا كنت هلعب ضدك، لكن قعدت اتكلم معاك واهرج معاك اخرجك، لقيتك يعني مركز ومضغوط بشكل كبير جدا. اصل انت انا ماسك كمان ما كانش عندي اي خيارات، يعني انا ماسك مثلا بعد الدور الثاني بعد القيد مقفل، ما فيش اعداد، ما فيش لاعبين، ولازم تكسب 50% بلس مباراه كمان في الدور الثاني. صح. وبعدين انا يعني واخد الموضوع انا والجهازي واللي كانوا شغالين معانا والجمهور،
الموضوع في منتهى الصعوبة، انك طبعا تكسب 50% مباراة ومباراة، فده شيء صعب جدا 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 على اي مدرب وعلى حجم واسم النادي الاسماعيلي. ويمكن انا لما يعني تولت المسؤوليه قلت انا لو هبط النادي الاسماعيلي بوجود حمزه الجمل انا مش لن اجلس في الاسماعيليه يوم واحد، ما اقدرش يعني النادي ينزل في وجودي مثلا او كده كابن من ابناء النادي الاسماعيلي وانا بقالي 33 34 سنه في الاسماعيليه، فده شيء صعب يعني. انما خلينا نرجع للنقطه الرئيسيه، ان طبعا يعني النادي الاسماعيلي مر بموسم صعب جدا. ايوه برضه يعني صعب في منتهى الصعوبه يعني على الجهاز الفني وعلى الجماهير وعلى الميديا طبعا. انا ميديا نادي الاسماعيلي السوشيال ميديا اللي انا بشكرهم جدا يعني، خليني اوجه الشكر ليهم ان هم دعموا الجهاز الفني ودعموا الاداره لاخر نقطه يعني. صح. حتى في ماتش يعني الكاس لغايه نهايه ماتش الكاس طبعاً. يعني في منتهى الروعه مين يدعموا ودعموا ودعموا لانهم حاسين بخطوره الموقف، فده شيء يحسب للسوشيال ميديا في اسماعيليه وجمهور النادي. ايوه مقدرين الظروف، الامور صعبه كذا كذا، فبرضه ده شيء يحسب لجمهور النادي والميديا والسوشيال ميديا والاعلام. الاعلام طبعا في القاهره الاعلام المصري ساند النادي الاسماعيلي بقوه جدا جدا. أيوة. جدا كمان صراحه كلنا كنا عايزين الاسماعيلي يعني يبقى في مكانه كويسه في الدوري. طبعا كاداره كجمهور كميديا كاعلام مصري كجهاز فني، اللاعبين كان لهم دور برضه وكانوا واخدين الامور يعني على عاتقهم، فالحمد لله ان الامور عدت على خير. انما الامور كانت صعبه جدا طبعا على الجهاز الفني، خاصه اكثر يعني شخص بيتحمل الاعباء هو الكوتش طبعا. طبعا انما طبعا يعني زي ما هو برضه الاضواء بتتسلط عليه على الكوتش، هو اللي بيتحمل برضه الاعباء والضغوط كل حاجه عمل. طبعا انما في النهايه هو ده قدر الله سبحانه وتعالى، ربنا يرحمه ربنا يغفر له يا رب ونبتعد، وكفانا صراعات وكفانا يعني احقاد وكفانا حاجات كتير جدا جدا عشان الواحد يقدر يمشي في المجتمع وهو يعني تحس ان هو الاستريس الزياده او الضغوط العاليه او ايوه مش هتسبب غير اشياء ما نحبش وفي النهايه كله هيتساوي. صح كله هتعدي كل الامور بتاعتك. بقال لك يا كابتن حمزه وبشكرك وبعزيك وبعزي اسماعيليه ومصر كلها في وفاه الكابتن ايهاب جليل. كابتن ايهاب جلال الراجل المحترم الجميل يعني طبعا ربنا يرحمه طبعا جدا جدا، شخصيه محترمه اخلاقيا فنيا مفيش ازمات مفيش هادي، الامور طبيعيه جدا جدا. بس كان بيكتم في نفسه يا كابتن حمزه. لا ايهاب متزن يعني عنده اتزان يعني في حاجات بتبقى ضغوط عليه، انما ايهاب يعني ما شاء الله يعني انما خلاص يعني الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه يا رب وعزلنا الجمهور الاسماعيلي والاسماعيليه وكده. وانا شايف بصراحه يعني الاعلام والسوشيال ميديا هنا وهنا 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 يعني حتى لاعب المنتخب ولاعب كله انا هقول دلوقتي يعني كله بيعني وانت والبرامج وكله. لا انا كابتن ايهاب ده يعني حبيبنا ربنا يرحمه الواحد يعني والله يعني ده اذا دل على شيء فبيدل ان الشخص ده يعني الناس الله اللي ربنا بيحبه في السماء فبيحبب خلقه في الارض يعني كده، فربنا يغفر له ويرحمه يا رب ان شاء الله. اشكرك كابتن حمزه وانا بشكرك جدا جدا. لا يا كابتن ازاي انتوا يعني يا ريت تبلغ تحياتنا للنجم والكابتن الكبير الله يخليك يا كابتن الكبير الله يخليك يعني حمزة. هي دي مش وقتها انما هو عزيز علينا الله يخليك يا كابتن حمزه ربنا يكرمك حبيبي يا كابتن حمزه بشكرك والبقاء لله وربنا يرحمه يا رب باذن الله. بشكرك كابتن حمزه الجمل احد يعني نجوم واساطير النادي الاسماعيلي.